لم يحصل الحسين عليه السلام بنهضته على سلطة زمنية على الأجساد، ولم تكن هي لو حصل عليها لتدوم إلا لسنوات معدودات، ولم يكن الحسين يطلب ذلك أصلاً، ولكن الحسين حصل على سلطة أبدية على الضمائر والقلوب والمشاعر، وهي سلطة لا تنتهي إلى أبد الآبدين. وكان الحسين في ذلك أكثر حكمة من أن يطلب السلطة على الأجساد على حساب السلطة على القلوب، بينما كان عدوه أكثر غباء من أن يفهم ما يطلبه الحسين، فأعطى يزيد من حيث لا يعرف ولا يدري، أعطى للحسين ما أراده الحسين، ولم يعط الحسين ليزيد ما أراده يزيد. بحق أقول لكم إن الحسين هو سيد الثبات في الدفاع عن الحق، وهو سيد الشجاعة في مواجهة الباطل، وسيد الصدق في الإيمان بالله، وسيد التضحية من أجل القيم، وسيد الجهاد ضد أعداء الدين، وبذلك استحق أن يكون سيد شباب أهل الجنة يوم القيامة. لم يخلق الحسين إلا لتلك البطولات التي ظهرت منه في عاشوراء، ولم يولد الحسين إلا لذلك المصير الذي انتهى إليه، ولم يأتي إلى الدنيا إلا لكي يخط فيها أروع أنواع الشهادة في سبيل الله. فالله بكل عظمته وجبروته شاء أن يراه قتيلا. أيها الناس، أروني شخصا واحدا في تاريخ جميع الأمم مثل العباس في الوفاء والعطاء والتضحية، أروني شخصا واحدا مثل علي الأكبر في استقبال الموت من أجل الحق والإيمان والعدل والحرية، أروني امرأة واحدة مثل زينب عليها السلام في الصبر والتحمل والثبات. حقا إن أهل البيت لا يقاس بهم أحد.